سياق متصل وضمن جهود الكوادر الطبية في وزارة الصحة، ضربت الطواقم الطبية من المقيمين في دولة الكويت أروع الأمثلة في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب الأشقاء الكويتيين العاملين في الحقل الطبي. من الأطباء والممرضون الوافدون المتواجدون في الصفوف الأمامية من مختلف الجنسيات والتخصصات من أجل حماية دولة الكويت، وطبعا أكيد نشوفهم في مشهد يجدد حبهم لهذه الأرض. لنتابع. الطواقم الطبية الوافدة في الكويت تضرب أروع الأمثلة في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب أشقائهم الكويتيين العاملين في الحقل الطبي، في مشهد يؤكد حب هذه الفئة وإخلاصها لهذه الأرض. أكيد طبعا إحنا بنفتخر إن إحنا في دولة الكويت، وبنشتغل جنبا إلى جنب مع إخواتنا، وبنتعاون كلنا في رفع الوعي الصحي وإنقاذ في هذه المحنة طبعا، وكلنا يد واحدة، وإحنا بنفتخر في هذا. كلنا بلاد عربية وبنفتخر إن إحنا بنقف جنب بعضنا. إحنا هنا في مشرف في تنظيم رائع للموضوع، وده بيجعل فيه اطمئنان أكتر للمجتمع اللي إحنا عايشين فيه. نعمل جنبا إلى جنب مع الطواقم الطبية الكويتية، وعلينا أن نقاتل من أجل مكافحة فيروس كورونا جهود كبرى تبذل من الكويت من أجل حماية الجميع. بالطبع نعمل من أجل الكويت ونحبها كثيرا. الأطباء والممرضون الوافدون في الصفوف الأولى من مختلف الجنسيات والتخصصات، مستنفرون من أجل حماية الكويت والمواطنين بتواجدهم في مختلف المواقع الطبية في سبيل التصدي لفيروس كورونا. أكدوا أن حب هذه الأرض دفعهم إلى الوقوف معها في هذه الأزمة. صحيح أنا لبنانية، بس أنا أمي الكويت، حضنها دافي، فبكل إخلاص بكل محبة نتمنى كل خير لهالوطن، للأمير، للشعب الكويتي، لكل الموجودين بهالبلد. أنا بعدني بقولكم لبنانية، بس العطاء اللي عطتنا يا الكويت مش طبيعي، لا يقدر لا يقدر لا يقدر. ونتمنى نضحي بوقتنا بروحنا بأجسادنا كرمال هالدولة، كرمال هي أم. أنا بحس بالفخر جدا، دي حقيقة، اللي أنا موجود معاهم هنا في الكادر الطبي وفي المجموعة التطوعية الكبيرة ديت، ودي حاجة كويسة بصراحة يعني. وطبعا بالنسبة ما شاء الله يعني لتجهيزات الدولة والاستعدادات للموضوع ده، دي حاجة كويسة بتفرحنا جدا وبتخلينا اللي احنا كلنا نفتخر يعني. وكطريقة واسلوب وتعامل، لا كله بصراحة ما شاء الله، كل الناس بتشكر في الموضوع ده، وكلنا حاسين ان احنا الصف واحد وتيم واحد صراحة. يعني اشكر كل المتطوعين والجهود اللي بيعملوه وزارة الصحة، وكتر خير دولة الكويت والله يعني صراحة. وفخورة جدا 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 بالجهود اللي هي بتعملها، و يعني قواهم الله صراحة.